طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حل لمثال عن الإكوليبريم أوف ريجيد بوديز، اتزان الأجسام الصلبة. المثال هو مثال رقم 5 اللي موجود عندكم بالملزمة مالتكم. المثال يقول تو سموث بايبس، عندي أنابيب اثنيناتهم ذات سطوح ملساء، each having a mass of 300 كيلوغرام، كتلة كل واحد من يمهم، ذولا هم كتلة كل واحد من يمهم 300 كيلوغرام، are supported by the forked tines of the tractor in figure A. عندي هذا تركتر أو رافعة شوكية، أشواك اثنين رافعت لي هذه البايبات الاثنين بواسطة الأسنان مالتها أو الأشواك. Draw the free body diagrams for each pipe and both pipes together. هنا ارسم الفري بودي دايجرام لكل بايب وللبايبين اثنين ايضا together and then determine the reactions on the forked tines. اوكي، هسه نجي نشوف البايبس مالتنا شلون وضعها بالجيومتري مالتها شلون شكلها. لو تلاحظون هذه هي هذا عندي هي الشوكة. لو نجي نشوف هنا الأشواك مالتي شون مستندة عليها هاي البايبات، هاي الشوكة بهالشكل هذا تصنع لزاوية مع الأفق مقدارها 30، وهذا هو الحوض مالتي الرافعة الشوكية. عندي البايب الأول اللي هو بايب A بهالشكل هذا بايب A، والبايب الثاني مستند على الرافعة أو الأشواك مالتي الرافعة من جهة، ومستند مرة ثانية على البايب A. فإذا هنا كل سطوح الاتصال أو كل سطوح التماس اللي بين البايبات والأشواك، مثلا هذا عندي سطح تماس، هذا عندي سطح تماس، هذا عندي سطح تماس، وهذا أيضا عندي سطح تماس، كل سطح من هاي السطوح راح يتولد بيها رياكشن. بحيث هو ليش يتولد بيها رياكشن؟ لو هذا السطح ما موجود كان عندي هذا البايب يوقع، فاللي سانده هو يعتبر هذا مسند، فإذا يسبب لي هنا رياكشن هذا السطح الأملس، كذلك هنا يسبب لي رياكشن هذا السطح الأملس، كذلك هنا أيضا يسبب لي رياكشن بين البايبين الاثنين. بما أنه البايب B مستند على البايب A، إذا هنا أيضا راح يتولد رياكشن بيناتهم، وبما أنه سموث فهنا يعني معناه يقول لي اهمل الاحتكاك، وإن شاء الله موضوع الاحتكاك راح ناخذه بالكورس الثاني. فإذا هسان عرفت السطوح اللي صاير بها اتصال touch، صاير بين الرافعة الشوكية وبين البايبات اللي موجودة عندي وبين البايبات نفسهم. فخلي أجي أرسم free body diagram لكل واحد من هذه البايبات. نجي للبايب B، خل نجي للبايب B اللي هو البايب الأعلى، هذا هو بايب B، هذا هو البايب B. طبعا بما أنه منطيني ماس كتلة، فإذا معناها هذا إلى وزن، والوزن دائما قلنا يكون عمودي على الأفق، فإذا هذا هو الـ W للبايب الأول أو بايب B. طبعا كل واحد هو 300 كيلوغرام، فإذا حتى أحسب الـ W قلنا أول خطوة نحسب الـ W قلنا يساوي إن الماس في التعجيل الأرضي، الماس عندي 300 في 9.81 راح يطلع عندي 2943، الوحدات مالتي راح تكون نيوتن. فإذا الدبليو هذا يساوي لي 2943 نيوتن. عندي السطح مالت الرافعة الشوكية أو مال الشوكة، السطح هو مائل مع الأفق بزاوية 30 درجة، هذا هو سطح الشوكة اللي موجودة عندي. خلي أكبر للسطح حتى أرسم البايب الثاني. زين، قلنا هذا السطح يولد رياكشن طبعا عمودي على السطح، راح يتولد عندي رياكشن عمودي على السطح، راح يتولد عندي رياكشن عمودي على السطح. الرياكشن هو هالشكل هذا بهالشكل هذا، هذا الرياكشن مالتي، الرياكشن هو بهالشكل هذا، هذا هو الرياكشن. بما انه عمودي على السطح فاوتوماتيكيا هو راح يمر بالسنتر مالت البايب مالتي هنا. فإذا هذا الرياكشن راح أسميه هنا P، راح أنطيه رمز P.
طبعا بما أنه القوى تمتاز بأنه تشتغل على خط استقامة واحد، فأقدر أنقل هذه البي إلى الأعلى، أقدر أنقل البي إلى الأعلى، الخط مال الأكشن مالتها نقدر نخليه بهالشكل هذا، فنمسحها منه ونقول البي اللي موجودة عندي هي هذه بهالشكل هذا. طبعا هذا يصنع لي زاوية مقدارها 30، سطح الشوكة 30 مع الأفق. بما أنه هذا عمودي عليه، بما أنه الرياكشن البي هو عمودي على هذا السطح، فإذا الرياكشن هنا راح يصنع لي زاوية أيضا مع العمود مقدارها 30، فإذا هذا يصنع لي زاوية مع العمود مقدارها 30 اللي هي هذه الزاوية. طبعا أنا هاي ما أحتاجها، أحتاج الزاوية اللي يصنع لي إياها ال W مع الرياكشن. الرياكشن لو أمد نحو الأسفل هنا بهالشكل هذا، فراح أشوف أنه صنع لي زاوية ب30 مع الرياكشن اللي موجود عندي هنا. الخط الموازي أرسمه هنا راح يفيدني بالحل مالتي، هذا الخط الموازي لل30 أيضا هذا يصنع لي زاوية مقدارها 30. زين، إيش عندي بعد على البرميل بي؟ أكو رياكشن بينه وبين البرميل أي، الرياكشن هذا هو بهالشكل هذا، هذا الرياكشن مالتي بهالشكل هذا، نقطة التماس اللي بيناتهم، وهذا راح أسميه R، راح نطي رمز R. فهسه هنا هذا ال R إذا أرد أمده بالاتجاه المعاكس أيضا أقدر أمده هنا بالاتجاه الآخر للمحور مالتي. خلي أجي أرسم الفري بودي دايجرام للبايب A. البايب A بهالشكل هذا، البايب A، البايب A شنو بي؟ أيضا بي دبليو، وهذا الدبليو أيضا قيمته 2943 نيوتن، وعندي أيضا رياكشن من السطح مالت الشوكة مالتي، الرياكشن راح أنطيه رمز F أيضا عمودي على السطح، راح أنطيه رمز F، وهذا الرياكشن لو أمده بهالاتجاه أيضا أقدر أمده على نفس الخط، أقدر أيضا أمده على نفس الخط، ما هو كل مشكلة به، فأقدر أمسحه وأرسمه من هذا الاتجاه هنا، فخلي أمسح الأف. طبعا إذا بقيته ماكو مشكلة، لكنه هنا حتى الصورة تكون أوضح عندي بالأناليسز والتحليل مالتي، فهذا هو الأف. إيش عندي بعد هنا رياكشنات أو قوى راح يتأثر بها البايب أي؟ القوة الآر اللي كانت مسلطها هو على البايب بي أيضا راح تتولد عندي، وبالعكس هنا فراح تكون عندي الـ R بهالشكل هذا هنا، هذه هي أيضا الـ R. السطح هذا هنا راح يولد لي أيضا رياكشن على البايب A، طبعا هذا هو البايب A، هذا الرياكشن راح أسميه C، هذا الرياكشن راح أسميه C. طبعا هذه الزاوية أيضا راح تكون 30، هاي الزاوية أيضا راح تكون 30. زين، هسه لو أجي أشوف فري بودي دايجرام مالت بايب بي، كم مجهول هنا عندي؟ هنا عندي مجهولين، مجهول بمجهول، البي والار. زين، اذا اجي على البايب اي، بي سي مجهول والاف مجهول والار مجهول، لو الاحظ كل القوى هنا تلتقي بنقطه واحده سواء للبايب بي او للبايب اي، بما انه تلتقي بنقطه واحده فحتى يكونون بتوازن، لأنهم هسه حاليين بتوازن، لازم يحققون لي معادلتين فقط اللي هم summation fx و summation fy. فإذا هنا البايب A ما راح أقدر أبدي بيه لأنه بي ثلاث مجاهيل وأنا عندي معادلتين فقط، أبدي وين؟ بالبايب B، لأنه البايب B بي مجهولين فقط اللي هو الR والP. حتى يكون الاناليسز مالتي سهل، فراح اعتمد انه هذا هو الاكس اكسس وهذا هو الواي اكسس، ايضا هنا هذا راح يكون الواي اكسس وهذا هو الاكس اكسس، فاجي اقول فري بودي دايجرام للبايب بي. ايش عندي على البايب بي؟ عندي دبليو ما الى عن الواي ب 30، فهذه الدبليو راح تتحلل الى مركبتين،
الدبليو عندي هنا راح تتحلل إلى مركبتين، مركبة بالاتجاه هذا اللي هو العمودي باتجاه الواي، وهي هاي الدبليو كوساين 30، ومركبة أفقية بهالشكل هذا باتجاه الأكس هي الدبليو ساين 30. فإذا أخذت بالبداية سميشن أف واي راح أقدر أوجد البي، لأنه البي هي باتجاه الواي. فإذا أبدي أقول سميشن أف واي يساوي صفر، هل الاتجاه هذا أعتبره موجب؟ إيش عندي بالأف واي؟ عندي البي ناقصا ال W كوساين 30، W كوساين 30 يساوي صفر. من هاي المعادلة P تساوي لي W كوساين 30 وتساوي لي ال W أعوض عنها 2943 في كوساين 30 راح تساوي لي هنا ال P 2549 نيوتن بهالاتجاه. هذه هي ال P. بعد أن وجدت البي صارت عندي معلومة البي، هسا أجي أحسب الآر. الآر حتى أحسبها أخذ summation fx يساوي صفر، summation fx يساوي صفر، هل اتجاه أعتبره موجب؟ إيش عندي بهالاتجاه؟ عندي الآر بالاتجاه الموجب ناقص w sin 30 يساوي صفر. من هاي المعادلة r يساوي لي w sin 30 ويساوي لي طبعا أعوض عن الـ W 2943 راح يطلع عندي الـ R مقداره 1471.5 نيوتن، والاتجاه مالته هو بهالاتجاه، هذا هو الـ R. إذن أصبح الـ R أيضا عندي معلوم. الـ R هنا نفسه راح ينعكس بعد أن وجدت الـ R، الـ R هنا نفسه راح ينعكس على الـ Pipe A ويساوي لي قلنا هنا 1471.5. بعد أن وجدت الرياكشنز اللي موجودة على البايب بي، هسا أتحول إلى فري بودي دايجرام، فري بودي دايجرام للبايب أي. زين، هسا الأي أيضا صار سهل عندي، أو صار مجهوليا فقط عندي هنا، فالأف والسي. حتى أوجد الأف أخذ سميشن أف y يساوي صفر، هل اتجاه موجب؟ ايضا راح تكون عندي نفس المعادلة، لكن هنا f انا سميتها f ناقصا w كوساين 30 يساوي صفر. طبعا ليش؟ لانه ال w هنا ايضا راح تتحلل الى مركبتين، مركبة عمودية باتجاه الواي، هذه هي w كوساين 30، ومركبة افقية بهالشكل هذا، هذه هي w ساين 30. فالعمودية بالسالب هذه هي، والأفقية هي F. من هاي المعادلة F أيضا راح تساوي 2549 نيوتن، وأيضا راح يكون بهالشكل هذا الرياكشن على البايب A. حتى أحسب C الرياكشن نقطة C، أخذ سميشن F X يساوي صفر، وبهالاتجاه هذا أعتبره موجب. هذا هنا شي ينطيني طبعا فرقه عن البايب اي، لو تلاحظون الرياكشن هنا ما موجود اللي هو هذا الار، هنا نضاف له رياكشن ار، فراح يكون عندي السي الاتجاه الموجب ناقصا ار ناقصا دبليو ساين 30، لان دبليو ساين 30 في الاتجاه يساوي صفر. فنعوض عن الار، سي ناقصا 1471.5 ناقصا ال W 2549 في ساين 30 يساوي لي صفر. معادلة بها مجهول واحد اللي هو سي، سي راح تطلع عندي تساوي لي 2944 نيوتن. فإذا تساوي لي سي 2944 نيوتن، وأيضا اتجاهها راح يكون بهالشكل هذا. سؤال بسيط لكن يحتاج أنه تعرف الرياكشنز شلون قاعد تتولد هنا. قلنا كل سطح تتولد به رياكشنز، والرياكشنز تكون عمودية على السطح المسلطة عليه. أرجو أن يكون الحل واضح، وشكرا لكم.